غادي يكون حمل باذن الله تعالى. غادي يكون ان شاء الله هذا الفيديو خفيف ظريف عليكم وفي نفس الوقت هادف، يعني راه هادف هاد الدواء اللي كنقول لكم. ما غادي اللي كثير السيدات اللي كيكون عندهم حساسيه من العشوب، كيبغوش يديروا قلبه تاع العشوب، ما يبغوش يديروا اي وصفات ديال العشوب عليك بالبولجيري ناقص. السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده وفي نهار جديد. كلكم بنياتي تحياتي لكم كبيره داخل الوطن وخارج الوطن. بنياتي اللي كيسولوا تحت التعاليق ديالكم وتحت الطلبات ديالكم، بنياتي اللي كيسولوا تيقولك حنا فايتينا ولدنا وكنديروا حبوب منع الحمل وما جابش لنا الله، وكاين اللي كتفايتها ولدها كبير وشحال هي ما كتمنى باش تحمل وما حملاش، كنقول له كيمشي يعطيك يقول لها ما عندك حتى شي حاجه. المهم اي سيده او اللي يلا باقي غتحمل وما حملاش، حتى هي هذه الوصفه مزيانه. هذه الوصفه ساهله ماهله، وصفه شائعه، يعني كل شيء الناس والطبيب كيوصف بها، طبيب ديال الولاده كيعطيها للنساء، لكن كاين النساء اللي كتضبط معاهم، كاين النساء اللي ما كتضبطش معاهم. هادشي اللي بغيت نقول لكم بنياتي، ولكن هذه الوصفه كتليق الناس اللي عندهم الانفكسيون في الرحم، عندهم البروده في الرحم، عندهم التهابات في الرحم، عندهم اي مشاكل في الرحم ديالهم، كتليق لهم هذه الوصفه. ولا كان عندهم التصاقات او تكيسات المبايض، لا ما غتلقش هذه الوصفه، لان خصهم يعالجوا تكيسات المبايض بعلاج اخر، وانسدادات في القنوات فالوتا ما خصهم يتعالجوا. اما اذا كان عندك التهاب او ميكروبات او انفكسيو او شي حاجه اللي كتكون الحكه او رائحه كريهه في الرحم ديالك هي اللي كتمنع الولاده وكتمنع الحمل، غادي ديري هذه الوصفه. هذه الوصفه عباره عن قويلبات انا غنطلعهم لكم حتى تشوفوهم، قويلبات سميتهم بوليجيناكس. بوليجيناكس هما كشكل بويضات كيتباعوا عند الصيدليه، غتمشي عند الصيدليه تقول لهم عطوني بوليجيناكس فيهم ست، كاين الباكيه اللي فيها ست البويضات وكاين الباكيه الكبيره اللي فيها 12 بويضه، يعني 12 قويل كيتستعملوا من الامام، كيتستعملوا من الامام من ورا الدوره مباشره، حتى كتغسلي من الدوره وكتسالي كديريهم، كديري كل نهار قويل قبل النوم مباشره قبل النوم كديري، ملي كتسالي من شقاك وكتسالي من الشغل ديالك وما كيبقى عندك حتى شي تشي اشغال، كتخليهم اخر حاجه تمشي للفراش ديالك وديري هذوك القويلب من الامام، كديري كل نهار واحد مده 6 ايام. اذا كان عندك شريتي، اذا كان عندك يعني مشاكل قليله وماشي كثيره، يعني عندك غير التهابات ضعيفه او شي حاجه اللي هي كتكون سهله، ديري غير 6، ديري غير الباكيات الصغيره. اذا كان عندك داكشي كثير، يعني كان عندك التهابات كثيره، عندك الحكه، عندك الفطريات، عندك مشاكل افرازات يعني اللي كتكون حتى كريهه، عندك بزاف المشاكل، تشيل البوطه الكبيره اللي فيها 12 قويلب ديريهم، راهم مزيانين. المشكل اللي كيكون كيمنع الحمل وكثير هاد الميكروبات اللي يكونوا في الرحم حتى هما كيمنعوا الحمل. اذا درتو هاد القويلبات اللي باقي ما حملش، توكل على الله وتمشي تشري هاد القويلبات من الفارماسي، تصورهم يعني تسكرينيهم وديهم للصيدليه تقول لهم تعطيني بوليجيناكس. بوليجيناكس معروف كينقي الرحم ديالنا من كل الشوائب لاستعداد للحمل، ومن وراها كتحملي باذن الله 100% كيكون حمل. بزاف النساء اللي دارهم ما كانش عندهم، كان عندهم هذه المشاكل وما حملوش، من اللي داروها حملوا باذن الله تعالى. بزاف البنات داروا، النساء اللي عندهم هذه المشاكل غير توكلي على الله. بنتي واللي باقي ما حملاش وكان المشكل ديالها هما التهابات او المشكل ديالها هو لي بيليل، دارت لي بيليل واحد المده وما بقاش حملت، عليها بوليجيناكس كينقي ليها كاع الدواعي ديال هذاك البيليل، كيبقاش عندها حتى حاجه للبيليل، كيبقى لي حتى حاجه، تنقي الرحم ديالك من كل الشوائب وغادي يكون حمل باذن الله. ثقي بيا بنتي، ثقي بيا، ديري هاد القويلبات راهم زوينين للحمل. ولا صدقت لك
ويعني وان شاء الله وجاب لك الله حمل بهذا البوليجينكس. رجعي لك تمنى تعليق لتحفيز النساء الاخرين باذن الله تعالى. انا ما كنجيبش الفيديو هكاك وما كنجيبش الوصف هكاك الا كنتاكد منها انها 100% راها غادي تحملي بها باذن الله. غير توكلي على الله بنتي وتوكلي على الله اختي وديري هاد البوليجينكس راه ان شاء الله ما غاديش غادي ربي يفرحك. وطبيعه الحال الدعاء ما تنساوش الدعاء. اي وصفه كنديروها كنديرو معها الدعاء باذن الله غادي يكون حمل باذن الله تعالى. غادي يكون ان شاء الله هذا الفيديو خفيف ظريف عليكم وفي نفس الوقت هادف، يعني راه هادف هاد الدواء اللي كنقول لكم. ما غادي اللي كثير السيدات اللي كيكون عندهم حساسيه من العشوب كيبغوش يديروا قلبه تاع العشوب، ما يبغوش يديروا اي وصفات ديال العشوب عليك بالبوليجيناكس. هذه بوليجيناكس هذا ديال الصيدليه مصوبه المختبر الصيدلي تحت اشراف دكاتره صيادله، يعني ما غتخافي منه ما والو، اتوكلي على الله وديري هاد القلبات راهم زوينين زوينين بزاف. وشكرا لكم على متابعتكم لهذا الفيديو من الاول الى الاخير. وما تنساوش بنياتي يعني الاعجاب بالفيديو باش يترفع ويشوفوا عدد كثير من اللي محتاجين هذه الوصفه. وما تنساوش بارطاجيو الوصفه مع الناس اللي محتاجينه. وما تنساوش اللي باقي ما مشتركش يشترك في القناه ويفعل الجرس باش ياتيه يعني الجديد. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. والله يرزق كل بنياتي كاملين، الله يرزقكم الذريه الصالحه السليمه المعافاه باذن الله تعالى. وما تنساوش كنقول لكم دائما غزال الرحم قبل اي وصفه، غزال الرحم غزال الرحم مده 3 ايام قبل الفطور يعني على معده فارغه غزال الرحم ديالكم باش تساعدكم على الحمل باذن الله. والى اللقاء في فيديو اخر وصفه اخرى باذن الله. مع السلامه بنياتي. إلى اللقاء.